معكم. احنا كان طالبوا من المحسنين يعاونوا هاد الوليد هذا مريض بوصفير وبوصفير قاسوا الكبده، وداوه الطبيب. المهم بين المحسنين اللي كيعاونونا، بين المحسنين اللي كيعاملوا التحاليل غاليين شويه، وراك عارف حاله ضعيفه على قد الحال، وهذا وسميتو كي الكرش ديالو كتنفخ كتنفخ، عنده صعوبه في الطواليت ملي يدخل حشاك الطواليت، عنده صعوبه في النعاس، الدس ديالو كتبقى كيحكها بحال اللي كتسيل هكا بالدم، انه طول الحب هكا بداتو كامله. كنطلبوا الناس والمحسنين يعاونوا هاد الوليد هذا، حنا ما باغيين حتى شي حاجه، باغيين غير هاد الوليد يتشافى ويداوى، ما باغيين حتى شي حاجه، زعما ما كنطلبوش شي، نطلبوا غير هاد الوليد يتشافى ويتعافى. راه كي قال هذاك مقهورين، ما كنحطو حدانا ونجلسو نبكيو، ما كنلقاولوش الجهد، الجهد ما كنلقاولوش. كمان المحسنين كيعاونوه شويه على حسب الدواء وعلى حسب التحاليل ديالو، حنا ما كنلقاولوش كاع الجهد، كنحطو حدانا ونجلسو نبكيو. بعدا شويه المحسنين كيزرعوا فينا الامال، كيفرحونا زعما شويه من حيث راهم كيعاونوه، كيفرحونا. وكنطلبوا من الله والمحسنين يعاونوه، الله يجازيهم بخير. كما قلت لك مريض وقاس هذاك سمت هذا بصفر، بقى يخوفونا به، كقولنا راه خاطر، ولا وصل الكبدة غادي يموت. هو دابا من راني انا خايف، هادي انا راه دابا كنجري بيها، داكشي هو اللي راه مشكلني. انت خدام السي محمد ولا ما خدامش ولا؟ لا ما كنقدرش نخدم انا دابا، خصني بلا كان شي عصا ولا كان شي دورة من النوم ولا شي حاجه ثقيله ولا شي حاجه ما كنقدرش نهز، ما كتقدرش تده. لا اخويا اسمه كنطلبهم عاونوا شي حاجه، الله يرحم له الوالدين.